اهلا بكم اعزائي مشاهدي ملعب اون تايم في كل مكان وحلقه جديده. كل الناس النهارده وكل الليكه النهارده عن اتحاد الكره ان هناك انتخابات 30/10 في نفس التوقيت اللي بياكد فيه المهندس هشام حطب والوزير ان من الصعب انها يكون. خلينا نشرح وجهه النظر الاخرى بالذات في حته اتحاد الكوره دي، ما تديش راي قاطع، يعني ما تقولش انا على مسؤوليتي فيه وعلى مسؤوليتي ما فيش. انا قلت قبل كده وهشرح تاني، في اوقات كتيره جدا او معظم الاوقات بتعامل مع الشاشه اني شرح، يعني بعرض الفيلم واشرحه، بعرض الشاشه واشرحها. بجيب النهارده الوزير بناء على تصريحاته او المهندس هشام حطب بناء على تصريحاته عدله رياضيه 2 زائد 2 يساوي 4، عمرهم ما هيساوي 5 او 6. ما ده موضوع تاني، دي هنا قصه تاني. الجيم بقى عامل ازاي؟ اخر حاجه كنا بنتكلمها حطب ان علشان يبقى في انتخابات لازم يبقى في تصنيف، عشان يبقى في تصنيف لازم الموسم ينتهي، عشان الموسم ينتهي لازم نروح، يعني يكون بعد 30/10 مفيش دعوه الجمعيه عموميه والموسم مش هينتهي غير في شهر 12. اذا من المستحيل ان يكون هناك انتخابات. ظهر النهارده ظهر في الجيم جديد، بعض الناس او بعض المصادر بتقول ان جون هيبعت الجواب يقول جمعيه عموميه على العموميه القديمه لاتحاد الكره، يعني على 20 نادي. انا بالنسبه لي على 225 على ال 95 يعني كلهم اعضاء الجمعيه العموميه كلهم شخصيات محترمه جدا ولهم كل الاحترام، مش موضوع يعني. الموضوع اللي انا عايز اتكلم عليه ان في هذه الحاله سنه راحت من عمر الكره المصريه بلا اي حاجه. ما حدش دلوقتي يقول لي انت مع الخماسيه ولا انا، لا مع ولا ضد. انا على طول كنت مؤيد للجنه الخماسيه في خطواتها، شايف ان احيانا في مواقف كانت محتاجه اسرع من كده، ولكن الناس عم جايد وكلهم ناس الحقيقه محترمه واشتغلوا بشكل كويس بمنتهى الصراحه. ولكن اول حاجه هم مكلفين بيها اللائحه، تاني حاجه بعد اللائحه تقليص الجمعيه العموميه وتعديل المنظومه الرياضيه. رجعنا يعني هيبقى الاساس بالنسبه لهم اللي هم مكلفين بيه ما حصلش. ده كل ده على فكره توقعات زي ما قلت لكم، فريقين طرف وطرف اخر، مش هقول لا الطرف ده ولا الطرف ده لان كل واحد يقول زين. انا ماليش دعوه باحنا وهم، انا ليه دعوه ان حد عايز انتخابات وحد مش عايز انتخابات بغض النظر عن كل واحد مع انه فريق. في ناس بتضغط بشكل كبير جدا عايزه انتخابات حتى لو لمده سنه عايزه انتخابات، وفي ناس مش عايزه انتخابات عايزه السنه تعدي. مش بس على فكره اللجنه الخماسيه، كل وليه مريدينه وليه الناس اللي بتدافع له وليه الناس اللي مقتنعه. في ناس مقتنعه بالسنه، في ناس مش مقتنعه سنين على طول، في ناس مقتنعه بالسنه ثم 4 سنين، في ناس مقتنعه ان اللجنه الخماسيه تكمل، في ناس مقتنعه ان اللجنه الخماسيه ما تكملش. كل فريق وفي مجموعه وليست مجموعه ثابته، يعني لو اتكلمنا على اعضاء الجمعيه العموميه في هنا وهنا، لو اتكلمنا على مرشحين الانتخابات في هنا وهنا. فات عايزه اللجنه الخماسيه تمدلها، وفي ناس عايزه ان يبقى في انتخابات سنه، في ناس مش عايزه. في النهايه ان احنا مش عارفين، ولكن القرار اللي ما بقتش عارف له حاجه ان الاتحاد الدولي يجي يقول لك اعمل على الجمعيه العموميه القديمه. في هذه الحاله، في هذه الحاله نظري الشخصيه هي شهاده وفاء رسمي للجنه الخماسيه على ادائها خلال العام. لان في هذه الحاله اللي اقترح كده او اللي قال كده يبقى الهدف الاساسي اللي جات له اللجنه الخماسيه مش موجود. مش موجود، مش محتاج قصه، يعني انا عملنا الفار وعملنا 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 حاجات كتيره جدا، ولكن ده اساس الطلب، اساس الجمعيه العموميه وتعديلها وتعديلها. وبقول لكم تاني وتالت ورابع، انا وجهه نظري الناس اشتغلوا بشكل جيد جدا وبشكل رائع، كلهم ناس محترمه، كان في حاجات فيها سن البطء، كانت لازم تبقى اسرع من كده. كانت لازم تبقى اسرع من كده. ولكن في النهايه واضح ان الجيم في الملعب. الجيم لمين ولصالح مين؟ هنرجع نتكلم ونقول تاني احنا يهمنا صالح الكره المصريه. ايه بقى اللي لصالح الكره المصريه؟ يعلم الله. مش قادر اقول لكم لان انا الحقيقه لا مع الفريق ده ولا مع الفريق ده. فمش قادر، ما بقتش قادر اشوفها، ما بقتش قادر اعرف ايه لصالح الكره المصريه. لصالح الكره المصريه ان يبقى فيه لائحه قويه، ده اللي اتعلمته يعني، ده اللي قريناه في الكتب. ان لصالح الكره المصريه يبقى فيه لائحه قويه، يبقى فيه حقوق الانديه واضح. مش كل واحد يجي يعمل اللائحه بتاعته، مش كل واحد يجي يتعطف على الجمعيه وهو بيدي لها فلوس،
تبقى عارف اللي ليك من اللي عليك، تبقى عارف النهارده ان في رابطه ولا ما ولا فيش، يبقى اللي بيشارك ده بيشارك، مش كل واحد النهارده بيشتري ويبيع في التاني. حاجات كتير. معادله النهارده كبيره جدا، معادله كبيره سنوي عشان تطور الكره المصريه. مفيش حاجه واضحه، كله في النهايه في علم الغيب. تكلم الناس في اللجنه الخماسيه معذورين، هتعملوا ايه بكره، ايه القصه، ايه؟ يقول لك يا عالم اللي موجود هيعمل ولا احنا اللي هنعمل، هنكمل ولا مش هنكمل، 95 ولا 225. شيء الحقيقه غريب جدا، وموقف غريب جدا ايضا من مندوبي الاتحاد الدولي، ما اعرفهمش. اشتغلت الشغلانه دي قبل كده، يعني اتعاملت في العمل العام ده قبل كده. 75 مره رايح جاي على ايه؟ انا نفسي اعرف على ايه؟ ده هم بخمسه ساغ، يعني هي روشته بخمسه ساغ في الاخر. كل المشوار ده على ايه؟ انت لو خمسه قفلوا الباب عليهم، عملوا لائحه اتحاد الكوره وبعتوها للانديه في ظهر مندوب الاتحاد الدولي بيجي ويروح، تبعت له الحاجه اقول لك اجي لك الاسبوع الجاي، اجي لك الشهر الجاي، اجي لك بعد شهرين، حضرتك تجي لي في ايه؟ طب حضرتك عشان تدرس ايه؟ انا دي مش فاهمها برضو، يعني انا مش فاهمها. عايز نايب ولا اتنين نواب؟ عايز نايب ولا ثلاثة نواب؟ 8 سنين ولا تدريجي؟ طب هرجع لك تاني، طب في انتخابات ولا جامعة؟ طب هرجع لك تاني، حركة ترجع لي في ايه؟ هو انت ما تملكش اصلا حاجة عشان تقعد ترجع لي فيها؟ لا اللي بيحطها، يعني لا اللجنة الخماسية تملك ولا مندوب الاتحاد الدولي يملك. مندوب الاتحاد الدولي في الاخر بما لا يخالف القوانين الدولية والميثاق الدولي او الميثاق الاولمبي فقط لا غير، يعني في 5 دقائق اخلصها، ولكن انت في الاخر هيبعت لك الاتحاد الدولي 4 5 اختيارات من كل بند، اتفضل اعرض على جمعيتك العموميه، هي صاحبه الحق الاصيل اللي لحد النهارده ما عندهاش حاجه فاينل. انا عارف ان ممكن يكون لجنه الخماسيه اخذت اراء ناس كتير في الجمعيه، ولكن مشروع لائحه موجود دلوقتي عند كل الجمعيه مش موجود خلاص. وبعدين هنفضل كده؟ هنفضل على طول نأخر رجل ونقول المهم لصالح الكرة المصرية، ماشي ندي فرصة للناس، طب نساند، طب نشجع، طب نساند، ومش عارفين احنا رايحين فين برضه. مش بكلم والله الانتقاد حد، مش تأثير عمرو الجنايني ولا جنيته ولا تأثير اللي طارح نفسه الانتخابات ولا، بس احنا عايزين حلول، احنا عايزين نحس ان احنا الدنيا بتتطور. اما تبص على الدولة ومؤسساتها، ما تبص على رئيس الجمهورية، دايما 1+1=2. المدن اللي بقى صحراء بقت مباني، الملاعب التراب بقت نجيل، مراكز شباب بقت أندية عالمية، التطوير بقى في كل حتة، المنشآت بقت موجودة. خلال سنة الدولة عملت 780 حاجة في ظروف اقتصادية وفي كورونا وفي 100,000 حاجة، وبتكلم احنا ده كلنا، يعني كناية عن احنا اعلاميين واحنا اعضاء مجلس احنا لجنة الخطوب للاتحاد الدولي، مش لحد، مش رأي، يعني مش انا مش عارف حد بصراحة عشان انتقده، يعني انا لو عارف حد همسك فيه خلاص، يعني انا اموري بقت ايه خلاص، يعني عارف ابتديت وصلت جبت اخري، فخلاص انا لو شايف حاجة اللي هو انا شايف تأخير من الكل، شايف تباطؤ من الكل، شايف ان احنا ما وصلناش لحاجة. نفسي في الاخر يبقى في نتيجه، نفسي في الاخر نعمل حضرتك احنا هنعمل 1 2 3 4. دايما احنا ابطال العالم في اخر لحظه وابطال العالم في اخر 5 دقائق، وقاعدين مستنيين المندوب ده. المندوب لو جاي ماشي، بقى لنا 150 سنه رايح جاي على 5 7 8 جمل، واصل هنا ده بيمليه، واصل هنا ده بيقول له، اصل هنا الراجل ده متحفظ، واصل هنا كان كويس دلوقتي وبعد كده ركبوا عفريت، وبعدين وفي النهايه وبعدين يعني الحقيقه المشهد المهم بالنسبه لي ان يوضح. في انتخابات خلاص، في لجنه خماسيه تكمل، في مجلس جديد يجي، بس يكون في حاجه تخص صالح الكره المصريه، يكون في لمبه شفناها كده بتنور. احنا جينا في وقت من الاوقات قلنا خلاص احنا مش موجودين، يا رب تيجي بقى ناس كويسه تعمل الصالح العام، تتماشى مع ظروف البلد. ممكن كنا موفقين فات وما كنا في اوقات بنتكلم كتير جدا جدا جدا، لازم يكون حلول تتماشى مع الدوله المصريه وتتماشى مع رئيس الجمهوريه وتتماشى مع وزير الشباب وتتماشى مع الناس اللي قاعده بتطور واحنا لسه الامور